بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجر نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا لفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه سائلة أرسلت لي سؤال للبرنامج، تقول أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالي. وسائلة إيمان تقول: الصيام في الأيام التي قد أفطرتها وأنا صغيرة، أيوة عمري 12 عام، ماذا يجب علي أن أفعل بعدما بلغت فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الجارية إذا بلغت فإنها يجب عليها الصيام والصلاة وسائر الواجبات، وبلوغها يحصل بأحد أمور: الأمر الأول الحيض، إذا حاضت فإنه يحكم لها بالبلوغ، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، والمراد بالحائض التي بلغت سن المحيض. وأقل سن تحيض له الجارية 9 سنوات، فإذا حاضت صارت امرأة، وجب عليها الصيام والصلاة سائر الواجبات الدينية. فإذا كانت هذه الجارية تركت الصيام بعدما ظهرت عليها علامة البلوغ، فإنه يجب عليها القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا نصف ساعة من الطعام عن تأخير القضاء. وكذلك يحصل بلوغ الجارية بغير الحيض، يحصل بالإنبات بعد الشعر الخشن حول الفرج، ويحصل أيضا بالاحتلام إذا احتلمت وأنزلت منيا بالاحتلام، وكذلك يحصل ببلوغها 15 سنة. فكل هذه علامات للبلوغ، تختص الجارية بالحيض وتشترك هي والذكر ببقية العلامات. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، في سؤالها الثاني تقول: ما حكم قراءة الأبراج مع عدم تصديقها؟ لا يجوز للإنسان أن يشتغل بقراءة الأبراج، أن هذه الأبراج شعوذات وادعاء لعلم الغيب، وهذا كفر بالله عز وجل لا يرضاه المسلم. فلا يجوز لمن لم يكن متمكنا من العلم أن يقرأ هذه الأبراج، وأما العالم فإنه يقرأها لأجل الرد عليها والتحذير منها، أما الجاهل فلا يجوز له قراءتها لئلا ينخدع بها وتؤثر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: ما حكم التداوي بالقرآن الكريم، وخاصة بأنه كثر في زماننا هذا الذهاب إلى هؤلاء الذين يقرؤون، جزاكم الله خيرا؟ التداوي بالرقية بالقرآن الكريم أمر مشروع، بشرط أن يتولى ذلك راق عالم بالرقية صحيح العقيدة سليم العقيدة. فإذا وجد راق بهذه الصفة عالم بشؤون الرقية وهو سليم العقيدة، فإنه يجوز أن يتعالج عنده بالرقية. أما من لا يحسن القراءة أو هو غير سليم العقيدة، إنه لا يجوز الذهاب إليه خشية أن يتعاطى شيئا من الشركيات والشعوذة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الرسالة وصلت من السائل راميم عين الشهري من مدينة النماص، يقول: أرجو الإجابة على أسئلتي من فضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. والسؤال الأول يقول: هل أعطي الزكاة والصدقة كل من يطلبها، أم أتأكد من احتياجه؟ إذا كنت تعلم أن هذا الشخص غني ثم جاء يسأل الزكاة، فإنه لا بد من التثبت من حاله. أما إذا كنت لا تعلم عنه شيئا وهو يسأل ويظهر عليه الفقر، فإنك تعطيه بناء على ظاهر حاله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل فضيلة الشيخ عن عدد ركعات صلاة الضحى وقيام
قيام الليل، يقول وكم عدد ركعات سنة الظهر والجمعة القبلية والبعدية؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس، وكل ما تأخرت فهو أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صغار الإبل تشتد عليها حرارة الأرض، فذلك في آخر الضحى. وأما صلاة الليل فهي أفضل أنواع التطوع، قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، ولأن صلاة الليل تحصل فيها طمأنينة القلب، سكينة النفس. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل هي القيام بعد نوم وبعد هجعة، وقيام الليل ليس له حد محدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه من غير تحديد ركعات معينة، فيصلي المسلم ما تيسر له، وكل ما أكثر من الصلاة الليل فهو أفضل، ويختم صلاته بالوتر. قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وآخر الليل أفضل ليصادف وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فآخر الليل أفضل. إلا من لا يثق بقيامه فإنه يصلي من أول الليل ويختم صلاته بالوتر، وإذا قدر أنه يقوم آخر الليل يصلي ما تيسر له ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر الوتر مرتين. وصلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وإذا صلى مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة واطمأن فيها وأطال القيام والركوع والسجود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، وإلا فإنه يصلي ما تيسر له من قيام الليل. نعم. فضيلة الشيخ، إذا فات وأما الراتبة راتبة الظهر، فالأفضل أن يصلي قبلها 4 ركعات بسلامين وبعدها 4 ركعات بسلامين، وإذا اقتصر على ركعتين قبلها وركعتين بعدها فلا بأس بذلك، وإن أتى بالأربع قبلها والأربع بعدها أو الركعتين قبلها والأربع بعدها فإن هذا أحسن، أو العكس، لأن أتى بأربع قبلها وركعتين بعدها كل هذا جائز والحمد لله، ولكن 4 قبلها وأربع بعدها هذا هو الأكمل والأفضل. وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن إذا تقدم إلى المسجد لصلاة الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له من الصلاة حتى يحضر الخطيب، وإن صلى ركعتين تحية المسجد وجلس يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل فحسن أيضا. وأما بعد الجمعة فلها راتبة، وهي ركعة أقلها ركعتان وأكثرها 4 ركعات، فإن صلى في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات بعد الجمعة، وإن صلىها في بيته فإنه يصليها 2 ركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ، إذا فات العبد قيام الليل هل تقضى بالنهار شيخ؟ نعم، إذا فاته وتره من الليل فإنه يقضيه النهار ما بين ارتفاع الشمس إلى زوال الشمس الضحى ويشفعه، فإذا كان يوتر 11 ركعة فإنه يجعلها 12 ركعة، وإذا كان يوتر 3 فإنه يجعلها 4، وهكذا يقضيه في النهار مع الوتر ويشفعه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا فاته قيام الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اختلاف أمتي رحمة؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاختلاف ليس رحمة وإنما هو شقاء، والواجب الاجتماع على الحق اتحاد الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فواجب الأمة الإسلامية الاجتماع على الحق واتباع الكتاب والسنة، وأن يكونوا أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وإذا حصل اختلاف في الاجتهاد في المسائل الفقهية فإن الواجب الرجوع إلى الدليل.
بالدليل والأخذ بما ترجح بالدليل، هذا هو الواجب عند الاختلاف الفقهي. أما الاختلاف في العقيدة فإنه لا يجوز، لأن العقيدة ليس فيها اختلاف، إنما هي توقيفية مبنية على الأدلة الشرعية، وليس فيها مجال للاجتهاد حتى يحصل فيها اختلاف. إنما الاختلاف فيما فيه مجال للاجتهاد وهو المسائل الفقهية، ومع هذا يجب الرجوع إلى الدليل والأخذ بما قام عليه الدليل من أقوال أهل العلم المختلفين في الاجتهاد. نعم. ما الآثار المترتبة يا فضيلة الشيخ على اختلاف الأمة؟ الآثار المترتبة كثيرة، كلها سيئة، منها ضعف المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالنزاع والتفرق يسبب الفشل ويسبب ضعف القوة، تسلط العدو ويوجد الإحن والأحقاد النفوس، التباغض بين المسلمين. الاختلاف فيه شر وفيه مضار عظيمة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم. جزاكم الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ: ما هي كمية الدم التي تبطل الوضوء إذا خرج من جسم الإنسان؟ ذكر العلماء أن الضابط في ذلك هو الدم الفاحش يعني الكثير، ويرجع فيه إلى عرف المتوسطين، لا المتشددين ولا المتساهلين، وإنما عرف المتوسطين. فما عدوه كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وما عدوه قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك مثل النقطة والنقطتين، هذا لا ينقض الوضوء. أما ما كان كثيرا ويسيل فإنه ينقض الوضوء. جزاكم الله خير. في آخر أسئلة هذا السائل يقول فضيلة الشيخ: يوجد لدي مبلغ من المال بلغ النصاب، استلمته قبل رمضان بحوالي أسبوع، فهل أخرج الزكاة قبل رمضان بأسبوع؟ أم هل يجوز لي أن أؤخر الزكاة إلى بداية شهر رمضان؟ الزكاة تبدأ من تملك المال لا من قبضه، وإنما من تملكه واستحقاقه. فإذا مضى حول على تملكك هذا المال إنه تجب فيه الزكاة ولو لم تقبضه. فالعبرة بدخوله إلى ملكك، إما بشراء أو هبة أو ورث أو غير ذلك من أنواع التملك. فيبدأ حول المال الذي تجب فيه الزكاة تجب من تملكه، إلا ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول فضيلة الشيخ: ما هي الأحاديث التي يقرأ المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟ نعم، يقرأ في كفه سورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وينفث بكفيه، ثم يمسح بكفيه ما استطاع من جسده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما الأحاديث فيقرأ الأحاديث التي فيها الاستعاذات، التعوذات الشرعية، مثل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن، ويقول بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، أسأل الله يشفيك، ويقول ربنا الله الذي في السماء قدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وهكذا يدعو بما ورد. نعم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ صالح هذا السائل ويقول: الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض، وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟ نعم، الدعاء الذي ورد أن يقول: لا بأس عليك، ظهور إن شاء الله، أسأل الله أن يشفيك، ويكرر ذلك 7 مرات، أسأل الله أن يشفيك، ويوسع على المريض ويقول له: أنت الآن أحسن، أنت اليوم طيب، ويوسع عليه ويفرحه، ولا يطيل الجلوس عنده، لا يطيل الجلوس عنده فيثقل عليه، إلا إذا كان يرغب ذلك، يرغب في الجلوس عنده. وأيضا لا يزعجه في كثرة الأسئلة، لأن ذلك يشق على المريض. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، جزاك الله خير. آخر سؤال في رسالة هذا السائل يقول: ورد أن ماء زمزم مما شرب له، فهل يلزم أن نقرأ فيه القرآن
ويشربه المريض أم نكتفي بشربه بدون قراءة؟ الأصل أنه ماء مبارك أنه فيه شفاء وفيه نفع وإن لم يقرأ به، لكن إذا قرئ فيه من باب الرقية فهذا حسن كغيره من المياه. إذا قرئ فيه من باب الرقية فإنه لا بأس بذلك كغيره من المياه، فيقرأ في الماء ثم يشربه أو يسقيه للمريض، نعم، من زمزم وغيره. جزاكم الله خيرا. السائل حسن سعيد من الدمام الظهران يذكر في هذه الرسالة ويقول بأنه يعمل في مجمع تجاري مكون من محطة بنزين وبقالة وكابينة ويشتغل في الكابينة، يقول بجانبنا مسجد صغير ولا يصلون صلاة التراويح فيه، وبعد صلاة العشاء يذهبون إلى أعمالهم، ماذا أفعل؟ هل أصلي بعد صلاة العشاء التراويح لوحدي؟ وهل من إرشاد علما بأن المسجد ليس له إمام مخصوص؟ نعم، إذا لم تجد جماعة تصلي معهم التراويح فإنك تصلي وحدك، تصلي التراويح وحدك تحصل على الأجر بإذن الله. وإذا كان حولك مسجد قريب صلى فيه صلاة التراويح فإنك تذهب وتصلي في المسجد مع الجماعة، وهذا أفضل من صلاتك التراويح وحدك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من مكة المكرمة محمود يقول ما حكم من يصلي في الحرم وهو متقدم على الإمام حيث تقام الصلاة ولم يجد هذا الشخص مكانا يصلي فيه إلا هذا المكان، ويكون مع جمع من المصلين أيضا بس ولكن متقدمين عن إمام الحرم؟ تقدم على إمام الحرم في الجهة التي هو فيها لا يجوز، هذا ممنوع ولا يمكنون، ما الشرطة والمسؤولون عن الحرم لا يمكنون من الصلاة في هذا المكان الذي هو أمام الإمام من جهته. أما الجهات التي في غير جهة الإمام وهي أقرب إلى الكعبة من الإمام لا حرج في ذلك، لأنه لا يكون بين الإمام وبين الكعبة، المقصود أنه ما يكون بين الإمام وبين الكعبة. أما إذا كان في جهة أخرى فلا بأس ولو كان أقرب إلى الكعبة من الإمام لعدم المحذور في ذلك. أحسن الله إليكم شيخ صالح. السائل محمود له سؤال ثاني، فضيلة الشيخ يذكر ويقول إذا كنت في الصلاة وأنا في الحرم هل أنظر إلى الكعبة أو إلى مكان سجودي؟ تنظر إلى مكان سجودك، لأن هذا أخشع أدعى للخشوع، فلا تنظر إلى الكعبة ولا إلى ما أمامك، وإنما تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة سواء كنت في الحرم أو في غيره. جزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. السائل عين ميم من الرياض يقول فضيلة الشيخ أنا أسأل عن أمر من أمور الرضاعة التي ضاق صدري حينما أفكر فيها أو المحاولة لحلها، فالموضوع هو إن أمي حفظها الله أرضعت شخص معين مع أختي الكبرى أكثر من مرة واحدة وكلها حتى تشبع تماما، فمرت الأيام ومرت السنون وتزوج هذا الشخص من امرأة أخرى وأنجب منها بنين وبنات، والسؤال هل يجوز لي أن أتزوج من إحدى بناتها؟ هذا الشخص الذي رضع من أمك أكثر من 5 رضعات فأكثر، يعني 5 مصات من لبن فأكثر، هذا يصبح أخا لك ولا يجوز لك أن تتزوج من بنات لأنك تكون عما لهن من الرضاع. جزاكم الله عنا وعلى المسلمين خير الجزاء. هذه أخت سائلة أرسلت في مجموعة من الأسئلة من وادي الدواسر. السائلة ميم سين تقول أرجو من فضيلة الشيخ إجابة على سؤالي، ما رأي فضيلتكم ما تقوم به بعض النساء في رمضان حيث إنهن يأتين إلى المسجد ومعهن دخون أي طيب بحجة أنهن يطيبن القسم الخاص بهذا المسجد، مع العلم أن الرجال يأتون أيضا بطيب عود في كل الليالي إلى المسجد، وما واجب إمام المسجد حيال ذلك؟ مأجورين. لا يجوز للنساء استعمال الطيب عند الذهاب إلى المسجد، لا البخور ولا غير البخور، ولا يجوز لهن أن يطيبن المكان الذي يصلون فيه لأن ذلك يعلق بهن وتعلق بهن رائحة الطيب وهن خارج بيوتهن، فلا يجوز هذا، ويجب التنبيه على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني متبدلات، لسن متزينات ولا متعطرات.
الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة من وادي الدواسر: كلما أردت العمرة مع إخواني أنا وأحد إخوتي منعنا الوالد من ذلك من غير سبب، مع أن إخواني رجال صالحين إن شاء الله، ونحن على قدر كبير من الالتزام ولله الحمد، ولا يوجد سبب يمنعنا من العمرة، فما رأي فضيلتكم وهل من توجيه لوالدنا؟ أما عمرة الإسلام فليس لوالدكم الحق المنع منها مثل حجة الإسلام إذا وجد من محرم لكم وتوفرت الشروط. أما عمرة التطوع وحج التطوع فإن طاعة الوالد مقدمة على التنفل بالحج أو العمرة. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. في سؤالي الثالث تقول: كنت قبل شهر رمضان أصوم الاثنين والخميس ولا يفوتني منها شيء والحمد لله إلا إذا تركتها لعذر شرعي، فهل صيامي قبل رمضان بيوم وهو يوم الخميس جائز أم لا؟ إذا كان من عادتك صيام يوم الخميس وصادف أنه قبل رمضان بيوم فلا بأس، لأن المنهي عنه هو صوم يوم الشهر، وأنت لم تصوميه على أنه من رمضان وإنما صمتيه على عادتك من صيام الخميس فلا بأس بذلك. من أسئلتها فضيلة الشيخ تقول: إذا حفظت المرأة أجزاء من القرآن الكريم ثم نسيتها بسبب انشغالها بشؤون البيت كثيرا وعدم مواظبتها عليه، فهل تعتبر آثمة؟ كان النسيان بسبب آفة أصابت الإنسان أو شغل شغله عن مدارسة القرآن إنه معذور، أما إذا كان نسيانه للقرآن من باب التساهل والإهمال فإن هذا لا ينبغي له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فإذا تركه وأهمله صار مخالفا لتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم بتعاهد القرآن فيكره له ذلك. نعم. الآية يا شيخ: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، هذه الآية في الذي بلغه القرآن في الدنيا ولم يعمل به، بلغه القرآن في الدنيا وقرأ القرآن أو سمع القرآن ولم يعمل به فإنه في يوم القيامة يوبخ، قال سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، هذا هو المعرض عن ذكر الله عز وجل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى، فلما عمي عن آيات الله في الدنيا فإن الله يعميه في الآخرة ويضله في الآخرة جزاء له، والجزاء من جنس العمل، ويقول جل وعلا: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فهذا مما يوجب على المسلمين العمل بكتاب الله، تدبر كتاب الله والعمل به وعدم الإعراض عنه وعدم إهماله ما داموا على قيد الحياة، لئلا يواجهوا هذه العاقبة السيئة وهذه العقوبة الشنيعة. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه الأخت من وادي الدواسر تقول: متى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟ يجوز أن يكون سجود السهو قبل السلام ويجوز أن يكون بعده، لكن إن كان سجود السهو عن نقص في الصلاة كترك التشهد الأول أو ترك تسبيح الركوع والسجود فإنه يكون قبل السلام، لأن ذلك جبران للصلاة، جبران لما نقص، فالأفضل أن يكون قبل السلام. أما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام، كما لو أتى بركعة زائدة سهوا فإنه يسجد بعد السلام، لأنه ترغيم للشيطان وليس هو جبران، وليس هو جبران للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في رسالة السائلة نختم به هذا البرنامج تقول: آخر ساعة من عصر يوم الجمعة يا فضيلة الشيخ صالح وقت إجابة، فهل تصح الصلاة فيه؟ لا تصح الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة لأنه عند الغروب، عند غروب الشمس، وهذا وقت نهي، ولكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها يعني الساعة إلا عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، فالمراد بقوله وهو قائم يصلي أي قائم يدعو الله عز وجل، والدعاء يسمى صلاة. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. وفي الختام تقبلوا تحية